أسعد الله أوقاتكم. قد تصح مقولة أو المقولة الشعبية: لا ثقة في المخزن وفي النار وفي البحر، كما يقول المغاربة، على العديد من الشخصيات التي تعاملت مع النظام المخزني، من قبيل تهامي القلاوي، القايد بوشعيب البغدادي، وتهامي أعبابه، وشخصيات أخرى لا مجال لذكرها. مسألة الحب والكرة في السياسة تأتي بشكل طبيعي من تقارب المصالح ومن تباعدها، وليست لها علاقة بالحب الذي يأتي مصادفة أو بغتة. السلطان محمد الخامس كان يكره الحاجب الملكي تهامي أعبابه في الدم كما يقال، ولا يطيقه أبدا، وبدأ هذا الكره ينمو شيئا فشيئا ككرة الثلج التي تنمو على يعني بشكل كبير كلما تدحرجت، حتى تسلم السلطان محمد الخامس العرش سنة 1927، على عكس والده المولى يوسف الذي حكم ما بين 1912 و1927. كان يضع الحاجب الملكي تهامي أعبابه في موضع كبير وفي يعني في حله وترحاله، وتجمعه بالتهامي أعبابه صداقة كبيرة وإخلاص دائم فيها الكثير من الحب والكرم والعطاء. وسؤالنا التاريخي: ما الذي وحد بين السلطان المولى يوسف والتهامي أعبابه في علاقة متشابكة وجعلهما صديقين مقربين؟ ولكن ما الذي أغضب محمد الخامس حتى غدا الرجل يعني تهامي أعبابه لا يطيقه ولا ينظر إليه؟ وكيف قام بمصادرة أملاكه؟ وكيف دافع الفرنسيون من جهة أخرى بشدة عن تهامي أعبابه؟ وماذا عن زوجة تهامي أعبابه التي خرجت من القصر إلى دروب الفقر والهجرة؟ أسئلة نطرحها لنعرف كيف تسلم السلطان محمد الخامس السلطة في محيط يظهر عاديا لكنه يعج بالمخاضات، ولكن خفاياه يعني كبيرة جدا من الصراعات والتصفيات. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، فللسلطة ثمن. قبل توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912، كان المولى يوسف يعرف قرين الله هو تهامي أعبابه. عاش الشابين أجواء انتقال السلطة بين المولى عبد العزيز والمولى عبد الحفيظ، والصراعات الشهيرة بينهما بين موقع مراكش وموقع فاس. وكان الشابين في صداقتهما يتحدثان ويناقشان الوضع السياسي في المغرب ودخول المستعمر الفرنسي والإسباني، لكن من لم يكن في الحسبان وهو إقدام السلطان المولى عبد الحفيظ على توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 1912. وفجأة حل محله السلطان المولى يوسف الذي لم يكن مباليا بتسلم مقاليد السلطة والعرش. وبالقرب منه كان صديقه تهامي أعبابه الذي ينحدر من أصول اجتماعية بسيطة، وفجأة عينه المولى يوسف حاجبا ملكيا في القصر. يعني الكثير من الأمور التي سيقوم بها هذا الرجل. لكن عائلة الصدر الأعظم
وخصوصا محمد المقري لم ينظر بعين الرضا والفرح لهذا التعيين المفاجئ، وخصوصا أن كل ما يقع داخل القصر كان محمد المقري له اليد الطولة فيه. جمعت السلطان المولى يوسف وتهامي عبابه صداقة كبيرة لم تزعزعها أقاويل الصدر الأعظم وعائلته المعروفة بالدسائس، والتي كانت تتفنن في لعب دور الخادم المطيع والحفاظ على مصالحها بل وتقويتها أكثر وأكثر. بوفاة السلطان المولى يوسف سنة 1927 وتسلم ابنه محمد الخامس السلطة، بدأت العلاقة تنهار بين الحاجب الملكي والسلطان محمد الخامس. أول عمل قام به محمد الخامس هو إبعاد الحاجب الملكي التهامي عبابه عن محيط القصر ومصادرة أملاكه، والسبب السبب الرئيسي أن التهامي عبابه كان يساند المولى إدريس باعتباره في نظره القادر على تسيير شؤون البلاد، وكذلك لشخصيته القوية، وثالثا أن الإقامة العامة اختارت محمد الخامس باعتباره أصغر إخوته وليست له يعني دراية بتسيير أمور الحكم، وكذلك ليست له علاقة لا من بعيد ولا من قريب بشؤون السياسية. وكانت السلطات الحماية تعتقد أن محمد الخامس سيكون نسخة تبقى الأصل من والده المولى يوسف، لا يمكن أن يتصرف إلا بعد مشاورة سلطات الحماية. سبب هذه الكراهية يعني ديال محمد الخامس هو مساندة تهامي عبابه للمولى إدريس والجهر بها. سنضاف إليها أن الصدر الأعظم محمد المقري الذي كان يتحكم في كل شيء أوعز إلى محمد الخامس عن أن تهامي عبابه رجل مكائد ورجل خطير جدا ولا يمكن أن يصلح كحاجب ملكي، وهو المنحدر من عامة الشعب ومن أصول فقيرة وبسيطة جدا، وأنه يكره السلطان محمد الخامس لذلك وجب إبعاده. وبالفعل هذا ما قام به محمد الخامس بعدما تسلم مقاليد الحكم. لكن حكاية التهامي عبابه لن تنتهي هنا، هناك الكثير من المفاجآت، ابقوا معنا. في إطار علاقة المد والجزر التي تجمع بين السلطان محمد الخامس وتهامي عبابه تمت مصادرة أملاك تهامي عبابه، وقد تحول من شخص مقرب من السلطة إلى شخص مدان ومنبوذ، وقد تم منع تهامي عبابه من حضور مجلس العلماء لتعيين خليفة السلطان المولى يوسف بإعاز من الصدر الأعظم محمد المقري وحاشيته، ما خافة أن يحضر الرجل ويعمل على مساندة المولى إدريس وتعيينه بشكل كبير. أمر محمد الخامس بالحز على ممتلكات الحاجب تهامي عبابه، واتهمه بنهب آثار دار المخزن، أكرر العبارة، واتهمه بنهب آثار دار المخزن، وهذه تهمة ثقيلة جدا، وخضع بيته لعملية تفتيش يعني كبيرة جدا، وانتهت القضية حيث دفع تهامي عبابه 6 ملايين فرنك وتنازل عن ملكية دار الحاجب بالدار البيضاء. من جانبها السلطات الفرنسية
أن المقيم العام الفرنسي تيودور ستيغ طلب من قدور بن غبريط مستشار محمد الخامس التدخل لإطلاق سراح الحاجب الملكي السابق تامي عبابو، بل أن الحكومة الفرنسية عينت محاميا للدفاع عنه إلا إلى أن استفاد أو إلى أن استعاد حريته. ولم يكن هذا المحامي سوى إتيان ميليرون. من طبيعة الحال إتيان ميليرون هو المقيم العام السابق في عهد الحماية. وهنا أود أن أطرح السؤال، ما نوع العلاقة القوية التي تجمع ما بين تامي عبابو وسلطات الحماية؟ لا أريد أن أتكهن، ولكن هناك الكثير من الأسرار التي تجمع بين تامي عبابو وسلطات الحماية. في رواية ثانية أن تامي عبابو بعد مصادرة أملاكه وبفضل السلطات الفرنسية استعاد جزءا من أملاكه ومن ثروته ورحل إلى فرنسا رفقة زوجته وعاش هناك إلى حدود سنة 1942. وفي رواية مغربية أن تامي عبابو الذي تزوج من فتاة يعني عمرها 14 عاما وعاشت في القصر لما يناهز 15 عاما في بحبوحة من العيش ومفاتن السلطة، خرج الرجل رفقة زوجته التي كانت تبلغ 30 عاما سنة 1927. توفي تامي عبابو سنة 1942، يقال بالدار البيضاء. ويقال أن زوجته الشابة التي كانت بالكاد تبلغ 30 عاما عاشت بعد ذلك ظروفا من الفقر والتشرد، وهي تحمل الكثير من الأسرار وتنحدر من قبيلة تنحدر من الشاوية، تحمل أسرارا عن مرحلة ملتهبة من تاريخ المغرب. يعني دائما هناك الكثير من الثغرات يجب ملؤها في هذه الشخصيات التي نتكلم عنها، خصوصا في هذه المرحلة من تاريخ المغرب نتيجة، وهذا هو التاريخ اللي ما قررناش كما يقال. نأتي على نهاية حلقتنا، كل المنى، شكرا لتفاعلكم واقتراحاتكم وتوضيحاتكم وكذلك تنبيهاتكم. القناة لكم، أنا فقط مجرد وسيط بيني وبينكم لمعرفة الكثير من التفاصيل. وشكرا لدعمكم المستمر للقناة، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.